جديد ورجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح ورجيكم يوم من ايام طالب سنة خامسة. خليكم مع الفيديو. وهي طريق السويس، هو طريق الجامعة اللي بوصلنا مدينة بدر، عبارة عن 11 كيلو من مدينتي، بياخد 10 دقايق. طبعا نحن هيك بنكون وصلنا على شارع الجامعة، لكن الناس عم تقطع. هيك بنكون وصلنا على البارك اللي عمل حاله بارك، هو بده تسفيت بس الجامعة ما لحقت زفته او ما بعرف شو مشكلته، ودائما ما في صفي مع الاسف. انا هون كنت داخل على البوابة وسألوني عن اللقاح، وقلت لهم راح اعطيهم لقاح اسبوع الجاي. ايه بروح. وهون صرنا بالدور الثاني، هون عيادات المتحركة ريموفابل والثابتة اللي هي الفيكسد. الدنيا رايقة عن تحت لأنه تحت في تشخيص الساعة 9 الصبح. أهم شيء هيك بحس حال بندي. حاليا نحن برحلة البحث عن بيشنت أو مريض ما قبل الكويز، بما أنه حاليا عندنا كويزز اللي هن الاختبارات هيك صغيرة. هي ساعة النافورة اللي بأشرف عليها شؤون وصيدلة وعلاج طبيعي ولغات وترجمة وبزنس وتمريض وكلية طب الأسنان، وهي كلية طب الأسنان. السماء كتير حلوة. هاي جامعة بدر فيها 13 كلية. رح انزل ورجيكم الجامعة بشكل عام اوفر اول. هون وصلنا على الأماكن الترفيهية اللي في الجامعة. لقدام في الدرج تبع الفوت كورت. هلا على اليمين في عنا العيادات لو حدا تعب، وفي البنك، وعلى اليسار في كوبي سنتر ودنتال ستور. هو ضرب اسعار عالية بس يعني شغال. هلا رح ورجيكم الاماكن اللي ممكن ناكل فيها في الجامعة. هي لا تؤكل بس يعني تمام، عم مشي حالنا. عليا مو زحمة الناس في المحاضرات، تمام. هون عنده اساس عصاير مع عصاير ما بعرف شو. هون فيها بطاطا ما ادري شو. فانا ما انتبه لانه مثل ما قلت لكم الاكل غير صالح للاستهلاك البشري اصلا. وقاعد سوبر ماركت كمان شرحوا عبار مع بعض الشباب، بس تقريبا هذا عنده شغلات اطيب. هون عندنا سلنترو فوق البنك، هو مثل ما قلت لكم العياده شبراوي، ما عمل نفسه شبراوي. هذا ما بعرف شو بس فيها شغلات طيبة. هون الفرع لا احلى شيء كنت عم صور، فعم جاني واحد عمل فيها شبح على قول المصريين، فقال ايه يا كابتن انت بتصور؟ فلا عادي عم صور يوتيوب، ما عم صورك اصلا. شلنا الكمامة لانه وصلنا بمكان مفتوح نقعد هون، شلحنا البلطة طلعنا. هون لقدام المصر محطة الباصات، وبرا مثل ما شفتوا احنا عم صف السيارة كان في باصات. هون في سينما ومسرح نسينا نقولها، وهنيك تقريبا عند كل الجامعة تصور. هون وصل على المسرح الروماني ما لكم شايفين. طبعا هاي الشغلة اللي كتير حلوة كنت رح ورجيكم اياها، هي نهر الفرات. نحن السوريين سمينا نهر الفرات. هون هذا الستيج ممكن بيعملوا عليه حفلات وهيك. هون المنظر احلى، وهي المسرح. اسمعك فشكة لو اوقع في المي. عن هذا التمثال اللي قدامنا الجامعة كلها مفكرته سنجل مزر، هو عبارة عن وحدة حامل. ما بعرف شو الفكرة منه، مش كأنه ما كاتبين تحته، بس تقريبا هو منظر. يا جماعة جامعتنا كتير مهتمة بالحدائق والورود والاشجار، وعنا ستاف كامل للزراعة. هون مثل ما لكم شايفين هذا واحد من ستاف الزراعة، وهذا الشيء برأيي كتير حلو. هلا رح نحكي عن موضوع جدا كتير مهم، جدا كتير مهم. حلو هاي. رح نحكي عن موضوع مهم اللي هو نحن كدكاترة أسنان أو أطباء أسنان كيف ما بنقرأ أو كيف تعودنا إنه ما نقرأ. هلا أول شيء نحن عم نقوم بمهمة، تمام، تخدم تقريبا البشرية. هو ما هو لهالدرجة يعني، ما حدا بيموت إذا ما عنده أسنان، بس ممكن يتطور معك الأمر إنه أنت ما تعرف تاكل أو يصير عندك لا سمح الله ليجن او اي شيء يتحول لكانسر، تمام، ان كان حميد او خبيث بسبب انه اهمالك الشديد. احيانا بنقرف بسبب انه انت كل يوم كل يوم كل يوم عم تتعامل
ما حدش. هلا في قسم الملاعب نسيت اقولكم عليه او ما رحت علينا، انه هو باخر معمار الله. انا عندي مثل ما قلت لكم كويز، راح احط لكم الصوره تبعي. هون في عندك دنتال ستور، هون في مكان عم المنصور كثير مشهور. وصل الاكل، هاي طلبنا 4 سندويشات. الدنيا زحمة وهي اولاد البلد. خلينا نشوف شو بياكل سندويشات. عندنا هون بطاطا، هون فلافل او طعمية، هون فول، والثانية فول. يا سلام فول اسكندراني. يا سيدي من مميزات مصر انه هلا مثل ما ورجيناكم قعدنا فطرنا عند اولاد البلد، فدفعت تقريبا او دفعت 12 جنيه، يعني اقل من دولار. فانت فيك تفطر بدولار او اقل من دولار حتى. من المميزات الثانية الشعب المصري جدا طيب. ذاكر يا صاحبي، ذاكر ولا لا؟ هاي راغب عم يدور على علم. لحقنا لحقنا، ما بلاقي علم. راغب لقيت علم؟ بلشنا كويس، بلشنا كويس. دكتور قل لي اسمك. شريف. ايه باشا، عامل ايه يا دكتور؟ تمام والله. شو رايك في الجامعه؟ الجامعه والله والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمالي. ليه بس؟ والله تعبانين كوزات وعملي لا لا لا، مش قصدي كده. انت ايه رايك في الجامعه عامه؟ يعني انت كسكيورتي، كتدريب. لا لا، الجامعه كلها تمام. كبنات مثلا؟ لا كده حاجه نسيت الجامعه. اي طب انت من فين؟ مصر. انا من مصر. من فين؟ منصور. منصور عاش، اول حد اشوفه مش من الشرقيه. حبيبي الجامعه كلها حبيبي. اسالك كم سؤال. تفضل. بما انك دكتور معنا في الجامعه، تفضل. انت هلا سنه قد ايه؟ سنه رابعه. طيب شو مميزات الجامعه وشو عيوبها لجامعه بدر؟ والله هلا هي فيها مميزات وفيها عيوب. المميزات صراحه في، يعني مثلا عندك الكادر التعليمي حلو، المرافق التعليميه فيها مميزات، فيها خدمه. الجامعه بنيانها حلو، المناطق اللي تبعت مثلا الفود كورت عندك، المطاعم اللي فيها. هلا بحتاج شيء لسه، يعني المطاعم اللي فيها ما هلا. ابو كلب. ايه هلا بخلصنا نقطه المميزات. العيوب. العيوب اعطينا نقطتين. اكثر نقطتين مزعوج منهم من الجامعه. اكثر نقطه سيئه في الجامعه مكانها، اللوكيشن تبعها سيء جدا. بالصحراء صح؟ بالصحراء القاحله، ما في حواليك بني ادمين، ما في حواليك غير معلم صحراء. كان معكم دكتور ابو ليس، عامل باي للكاميرا. باي الله. كيف امورك مع امتياز؟ والله الامتياز كويس يعني، بس بما انه بشتغل قليل حالات، عدد الحالات قليل يعني، فهمت علي كيف؟ بس يعني سنه حلوه كثير والماتيريال متوفر، بس عايزين نشتغل اكثر. يعني انت برايك برا في حالات اكثر من هون؟ لكن هنا انظف وكماتيريال احسن هنا، وفروا ماتيريال ووفروا، يعني ما بصرفش كثير، فاهم؟ يعني لو نعاد فيك الزمن ترجع تدخل جامعات بدر ولا لا؟ للاسف عمل باي للكاميرا. هلا رجعت على البيت، بيكون خلاص اليوم، يوم متعب جدا، يوم من الايام اللي بنقضيها في العيادات. يوم طالب سنة خامسة كلية طب الأسنان. شوفكم فيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تعملونا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير. سلام.